الإنسانية لأجل سوريا، شهدت العاصمة التركية أنقرة تجمعا حاشدا ضمن مسيرة شارك فيها حشد من السوريين والمتضامنين الأتراك، وعبر المشاركون عن دعمهم لبرنامج الإصلاح الشامل مشددين على رفض التدخل الخارجي في الشؤون السورية. المسيرة العالمية لأجل سوريا وجه فيها الشباب السوري الواعي والمسؤول رسالة تضامن مع أخوتهم في كافة المحافظات للثبات والوقوف في وجه المحن التي تتعرض لها بلادهم. جايين ضمن اليوم صوتنا لصوت الملايين اللي نزل بالشوارع السورية واللي ملت الساحات بوطننا سوريا الغالي وبالعالم كلياته، وجايين هون لنضم لنتأكد للعالم كلياته انه سوريا بخير، وان شاء الله هالأزمة الى زوال. لنشارك شعبنا اللي خرج اليوم بالملايين وعبى جميع الساحات، ان كان بالشام، ان كان بحمص، ان كان باللاذقية، ان كان بحلب، ان كان بطرطوس، ان كان بجبلة، وحبينا نكون من تركيا كمان نعبر بصوتنا. مسيرة التضامن التي دعا إليها اتحاد الطلبة السوريين في أنقرة وشارك فيها الأتراك دعما لسوريا وبرنامج الإصلاح فيها، عبروا عن رفضهم لكل أشكال التآمر على سوريا والمساعي الحثيثة لجلب التدخلات الخارجية إليها تحت مسميات الحرية والديمقراطية المزعومة. أتينا إلى هنا لنقدم الدعم لأشقائنا في سوريا ونطالب القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا أن تسحب يديها من سوريا، لأننا مؤمنون أن الأحداث في سوريا ليست كما يبثها الإعلام. نحن هنا لندعم إخواننا السوريين للنهاية. السوريون والأتراك رفعوا شعارات تنادي بوحدة الشعب السوري للتضامن والتكاتف بين جميع أطياف السوريين ضد كل القوى المعادية. نحن موقنون أن المدعين بالحرية لن يصلوا لأهدافهم بالإجرام وقتل الناس، فهدف هؤلاء ليس الإصلاح والديمقراطية، يريدون فقط قتل وإرهاب الناس ودفع سوريا لحالة عدم الاستقرار وبالتالي تقسيمها، ونحن لن نسمح بتحقيق هذه الأهداف. سوريا واحدة ومتوحدة، وكشعب تركي سنبقى إلى جانبها دائما. على العالم كله أن يعرف أن أينما وجد الأسد فهي المقدمة، فشعبه معه ونحن جميعا معه ومع إصلاحاته الذي قام بها، وكما يقال قوتان لا تقهران، قوة الله وقوة الشعب. أنا حبينا نوجه رسالة للعالم أن نحن مع الرئيس الدكتور بشار الأسد، وإن شاء الله إذا الله أراد ننتصر على العداء. المسيرة العالمية لأجل سوريا أكدت من أنقرة على متانة العلاقة التي تربط الشعبين السوري والتركي الذي تبرأ من سياسات ومواقف الحكومة التركية في الأزمة السورية. عام على المؤامرة الكونية ضد سوريا، استنكرها السوريون والأتراك بكافة أشكالها ومضامينها وما نتج عنها من إرهاب روع السوريين، مؤكدين على صمودهم حتى النصر على المؤامرة والمضي قدما في مسيرة الإصلاح. عبيد عبد الفتاح، تلفزيون الدنيا، من أمام السفارة السورية في أنقرة.